وبهذا الأمن الذي بهذا البلد الحرام استفادت منه قريش، كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: استفادت منه في أسفارها وفي إقامتها في البلد الحرام، ففي السفر يعرفون فلا يتعرض لهم، بل قال: إن من انضم إليهم في السفر ولو لم يكن منهم فإنه يكون آمنا، لأن الناس يحترمون قريشاً باعتبار احترامهم لهذا البيت. قال عز وجل: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لهم كما قال رحمه الله لهم رحلتان، بالشتاء إلى اليمن وبالصيف إلى الشام، وفي هاتين السفرتين في تجارتهم وفي غيرها هم آمنون مطمئنون. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال القرطبي رحمه الله: أطعمهم من جوع، ليس من جوع واحد، وإنما هو جوع بعد جوع. وأما في إقامتهم في البلد الحرام فتأتي الآية الأخرى، كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم،